السلام عليكم، حمزة موساوي مهاجم من نادي أندلس طنجة. الحمد لله اليوم تمكنا باش نساعدو إن شاء الله الفينر، واليوم أول حصة تدريبية في الأسبوع، ونهار الجمعة غادي تكون ثاني حصة إن شاء الله، وساعدنا بما فيه الكفاية، وإن شاء الله كنوعدو الجمهور ديالنا سيدي دريس باللي إذا حضروا معانا وشجعونا باللي غادي نخليو اللقب يبقى هنايا في سيدي دريس. وكنشكر من هذا الميدان، كنشكر سي عمر الشط اللي دائما معاونا المدرب ديالنا، وعثمان الشولي مدرب، والأطر التقنية، والرئيس ديالنا، وإن شاء الله يكون خير، نطلب الله يكون خير إن شاء الله. شكرا جزيلا لك.